إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد بنفس الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك الشرار؟ ليس هذا من الشرار، يعمله الفرق، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر، يعني لكل واحد مهر مثل، أو غير لم يسموه فلا بد من المهر. لقد سمعنا الله جل وعلا قال: لا جناح عليكم تركه النساء ما تمسوهن او تجدوهن ملك فنيه. فالنكاح صحيح لقد باته مفتوحون عليه الصحيح. من سئل عن المراه التي لا يفرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا كفر. نعم. هذا المهر الذي يكون سواء من الذهب والثياب اذا اعترضوا به لا، اذا اعترضوا على كسوه او على دراهم على حرم الذهب والفضه كان.